السرعة المفرطة لمستعملي الطريق الوطني رقم 7 وضعية هذه الممهلات وضع أصبح يشكل خطرا على تلاميذ المدرسة الابتدائية هذه المتواجدة بمنطقة الكبايدية ببلدية عين الرحمة، ويثير قلق الأولياء مع هذا الدخول المدرسي. ونقطعوا ذراري احنا كل يوم نقطعهم، كان نهار اللي ما نقعدوا شيء تقريبا 40 غريان 50 غريان، ويفوتوا صحاب السميات ها هو لو ننظر تشوف يفوت يمشي، ما يبغوش يساعدونا. كي تقول لا ما يبغوش يساعدونا، ما على بالهم كاع. وفي الحق رانا نحاولوا روحنا وروحنا ما بغاوش يساعدونا، هلا غالب احنا كيف نديروا معاهم ضرب؟ يبغى زعما ما خطره يمنع غريان تجي قطع كون ما يشوفوش يحبسوك يضربوا كاميو. ما كنتو بدي زعما يتمشاو هنا، والدراري هادو ما يعرفوا والو، ماهمش كبار بان يقطعوا وحدهم، لازم القواعد يقطعهم. حنا درنا هدرنا وما كاش اللي بغى قبالي ما دار والو، قاعد كيما هما. الحركية الكبيرة لهذا الطريق جعلت الأولياء يطالبون التعجيل في وضع ممهلات تتوافق والمعايير المعمول بها. راه يشكلوا خطر كبير على الدراري، حنا نجدوا المسؤول على الولاية بيشوف خاصهم غير يدوزان، ما خاصهم والو. ديجا داروا بلاكة هنايا راك تشوف قاصها صباح سيمي، هنا كون يجي سيمي ما يخليش غريان. مشكلين خطر كبير، حنا يشوفوا كيف يخدموهم في أقرب وقت. قد قمنا بإنجازها سنة 2018. ونظرا للعد الهائل للشاحنات والعربات التي تمر عليها قد تعرضت للاهتراء، وسيتم انجازها بعد استكمال الاجراءات الاداريه ان شاء الله. في انتظار ذلك يبقى من اولويات الجهات المعنيه ضمان سلامه المتمدرسين بمختلف المدارس المحاذيه لشبكات الطرق بالولايه.